السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متتبعين شارع نيوز، كيف ما كتعرفوا كنواكبوا هذا الحدث اللي هو ديال يونس مربوحه وقناه محبوبه تيفي، اللي اليوم كاينه الجلسه ديال رئيس الجمعيه اللي هما عندهم معاه واحد النزاع، واليوم كاين واحد النطق بالحكم. بقينا كنتسناو يعني الحكم غادي يكون لاخر جلسه، حنا ما عارفينش شنو دار في هذا الملف هذا، ولكن حنا كنتسناو باش نوافدكم بالجديد ان شاء الله يا ربي. السيد مدعى عليه خرج بواحد اللايف الصباح كيبكي وكيستعطف الراي العام وكيوصي الزملاء ديالو اللي كيمارسوا نفس المهنه في السوشيال ميديا، يعني كيقول لهم تهلاو بعضياتكم وانا ما تخافوش عليا راني راجل هذه. المهم حنا الكلمه الاولى والاخيره كيبقى المحكمه الموقره واسع النظر. حنا كنشوفوا بإلا حضر الاخ سعيد شراء العمله، وحضر الاخ صديق ديال يونس مربوحه اللي هو كان حاضر حتى هو، وكنا جالسين في الجلسه، وحضرت واحد السيده اللي هي نجوى بلو 90 كيف ما كان نسميوها في مواقع التواصل صاحبة قناة. اليوم كنتسناو بفارغ الصبر باش نوصلوا المعلومة اللي تكون صحيحة وما نعطيوش مغالطات للرأي العام، لأن الملف مازال ما تحسمش فيه، ولأن الحكم النطق بالحكم غادي يكون لآخر جلسة. المهم باش مكان غادي نوافدكم بالجديد، وحنا أمام المحكمة الابتدائية بمدينة مكناس كيف ما كتشوفوا، وكما يعلم الجميع هذا الملف هذا اللي هو كيهم بعض المتضررين في هذا الملف هذا. يعني كيف ما كنقولوا حنا يونس مربوحة اللي ما بقاش كيبان في مواقع التواصل، اللي قال لك تضر من الخرجات ديال هذا رئيس الجمعية اللي يعني كان كيستفزو وكان كيقول عليه شي كلام أمي حادة وباق الدور، يعني هادو هما الأطراف، وكاين بعض الأطراف أخرين لا داعي لذكر الأسماء، لأن هادوك حنا ما عندناش ما كتربطناش بهم شي صلة ولا شي حاجة. اللي حنا كنعرفوه هو يونس مربوحة وقناة محبوبة تيفي، اللي حنا كنوصلوا هاد الميساج لمن يهمهم الأمر، أن هاد الناس هادو كيطالبوا غير بالحق ديالهم، لأن تضرب لهم في العرض ديال الزوجات ديالهم واتهموا بجميع النعوت، يعني بشي اتهامات خطيره اللي سمعنا هذا رئيس الجمعيه كيقول وهذا السي هذا. المهم حنا ما غاديش نقدروا نقولوا شي حاجه، هذه السريه ديال الملف مازال ما خرجاتش، يعني النطق بالحكم غادي يكون اليوم ان شاء الله، ما عرفناش يعني كنتسناو الاخر جلسه، وديك الساعه غادي نوافدكم بالجديد، ونتمنوا من الله العلي القدير ان يخرج الحكم مع الربعه ولا هذه. حنا المهم حنا مازالين حدا المحكمه الابتدائيه، داكشي اللي كان غادي نوافدوكم به. شكرا لكم خوتنا المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وتحياتي للجميع.